ست حالات في ثلاث أندية إنجليزية أصيبت بفيروس كورونا. طيب أصيبت إزاي وهم عرفوا إن يعني عرفوا منين إن هي أصيبت؟ لأنه الكشف الطبي شغال على كل لاعبي الدوري الإنجليزي. فبالكشف وبالتحاليل اكتشفوا ست حالات. قال لك أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إصابة ست أشخاص بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية بفيروس كورونا في ثلاث أندية من أصل 16 نادي أجروا الفحوصات. بيان الدوري الإنجليزي قال لك لن نعلن عن هوية الأشخاص أو الأندية اللي بينتمون لها بسبب القوانين. قال لك إن النتائج جت بعد إجراء 748 فحص على مختلف اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية في الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي خلال يومي 17 و18 من شهر مايو الجاري. قال لك سيتم عزل الست حالات لمدة أسبوع قبل أن يخضعوا جميعا لفحوصات أخرى. والبيان قال لك يقدم الدوري الإنجليزي هذه المعلومات لأغراض النزاهة والرقابة فقط على المنافسة، برضو علشان الناس تبقى مدركة.